السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن كسكنة سبتة كنشكروا اليوم 24 على الاهتمام ديالها بقضايا سكان سبتة بمختلف قضاياها، وعلى رأسها القضية ديال الصحة المتردية اللي كنعيشوها داخل المدينة. فكما كتعرفوا بأن سبتة عندها مندوبية ديال وزارة الصحة هي المكلفة بالصحة داخل المدينة، وطبعا المشكل اللي عندنا حاليا هو عندنا كثير من المستشفيات، كثير من المرافق الصحية، كثير من المراكز الصحية، ولكن ما كاينش يعني كاين سوء الخدمات، ما كاينش الأطباء المتخصصين. مثلا إذا كانت شي عملية جراحية كبيرة خص ضروري يمشي حتى مدينة كاديس، مع العلم أننا عندنا مستشفى جامعي كبير ولكن فيه معدات طبية كثيرة، ولكن المشكل اللي كاين هو ما كاينش الأطباء، ما كاينش المتخصصين. عندنا مشكل في المواعيد، نهار اللي كطلب شي موعد مثلا غتجوز على عينك ولا على شي حاجة كيعطيوك موعد على 6 شهور 7 شهور تنعم. كاين مشكل كذلك في الأورخنسياس، يعني في المستعجلات، أنه ملي كتجيب تشد نوبات المستعجلات كتعطل إلى 3 ساعات ولا 4 ساعات ديال الانتظار، واخا يكون عدد قليل ديال الناس كتعطل واحد التعطيل كبير بزاف. كاين كذلك يعني قله، يعني واحد العدد قليل جدا ديال الاطباء، وخصوصا المتخصصين في الامراض الكثيره بحال مثلا الكانسير، بحال الامراض المستعصيه. فطبعا سكنه سبته ضاقت ذرعا بهذا المشكل هذا، ونادت سكنه سبته كونت واحد اللجنه او واحد المنصه ديال الدفاع على الساكنه من بخصوص المسائل الطبيه، وعملوا واحد بلاتفورما. هذه البلاتفورما هذه عملت اول اجتماع ديالها اللي كان بالامس، واللي خرجنا فيه يعني اللي عملوه بزاف ديال رؤساء الاحياء وبعض رؤساء الاحزاب السياسيه ديال البلاد، اللي اجتمعنا جميعا وخرجنا بواحد القرار على اننا سنراسل الجهات المعنيه، وسنراسل كذلك وزاره الصحه في مدريد، وسنراسل كذلك المندوبيه ديال وزاره الصحه في سبته، باش يشوف لنا هذا المشكل هذا اللي حنا فيه ديال نقص الخدمات وسوء الخدمات وتردي المنظومه الصحيه ككل. وطبعا اتفقنا كذلك على اننا سننظم مسيرات ومظاهرات سلميه للمطالبه بهذه الحقوق هذه، وستكون ان شاء الله اول مسيره ربما ستكون نهار 15 في هذا الشهر هذا حسب ما اتفقنا عليه. وطبعا نحن لن نسكت، لان هذا الامر هذا يمس بصحه المجتمع ككل. وطبعا نحن المشكل اللي عندنا هو ان مدينه سبته مدينه متمتعه بالحكم الذاتي، فكان من الاجدر من الواجب انه يكون عندها يعني منظومه صحيه ديالها خاصه، ما يمكنش انها تعتمد على المستشفى الجامعي اللي كاين في كاديس، لان احنا ما بقيناش تابعين مدينه كاديس، ما بقيناش تابعين المستوى الاندلسي، يعني عندهم حكم ذاتي، ولاجل ذلك فالمسؤوليه تقع على عاتق المسؤولين ديال المدينه اللي خصهم يقوموا بهذا الواجب هذا ويخرجونا من هذا الضيق الكبير ومن هذه المعاناه الكثيره اللي كنعانيوها في المجال الصحي. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.